العثمانية محظورة وليست مكانا للنزهة، هكذا يقول الحوثيون. أعلنوا إسقاط طائرة أباتشي سعودية بصاروخ أرض جو في منطقة مجاز قبالة عسير أثناء قيامها بأعمال عدائية، وهو ما أدى بحسب الحوثيين إلى احتراق الطائرة بالكامل. لا تعليق للتحالف حتى الآن. هذه الحادثة تأتي بعد يوم واحد من إطلاق السعودية سراح 128 أسيرا في إطار التهدئة بين التحالف والحوثيين، اللذين دخلا في محادثات سرية في محاولة لحل الأزمة. لكن هناك خشية من أن يعيد استهداف الطائرة السعودية المفاوضات إلى المربع الأول. كل ما يطمح إليه اليمنيون هو السلام، وعلى جميع الأطراف المتصارعة أن تراعي الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد لوقف الحرب ووقف معاناة السكان. وفي موازاة ذلك، بدأت جبهات الحدود اليمنية السعودية تشهد مواجهات متقطعة. القصف البري والجوي السعودي يطال بعض المناطق اليمنية الحدودية، يقابله عمليات مباغتة وتسلل للحوثيين في مناطق عسير ونجران وجيزان، وهو ما يزيد من صعوبة الموقف وتعقيدات الأزمة. نبيل اليوسفي، العربي، صنعاء.